تتجه الحكومة الجزائرية والفعاليات الاقتصادية في البلاد إلى الاستثمار في قطاعات مستدامة بعيدة عن المصادر النفطية، ومنها قطاع السياحة الصحراوية. السياحة باتت تستقطب مبادرات الاستثمار للعديد من المستثمرين، لا سيما في الجنوب الجزائري، حيث تتوفر أكثر من 30 مدينة صحراوية على مناطق جذب مهمة، كما هو حال توفيق بودراع صاحب منتجع سياحي بمدينة ميمون جنوب غربي البلاد. السياحة يعني في الجزائر خاصة في الصحراء هي مستقبل الجزائر إن شاء الله بعد النفط والغاز. الجزائر تتجه لتنويع مصادر عائداتها من غير النفط والغاز اللذين يؤمنان نحو 90% من احتياطاتها المالية عبر الاستثمار في الزراعة والصناعة والمعادن، فضلا عن السياحة في أعقاب إطلاق مشاريع ومرافق سياحية جديدة. تم اعتماد 2200 مشروع سياحي، منها 800 مشروع سياحي قيد الإنجاز، وهذا بهدف الوصول إلى الهدف يعني النهائي آفاق 2030 الذي ينص على استقطاب 12 مليون سائح بإذن الله. هذه كل هذه المجهودات وكل هذه التسهيلات تجعل من قطاع السياحة رافدا مهما في الاقتصاد الوطني. أكثر من 400 مستثمر شاركوا في المنتدى الدولي للسياحة والأصفار الذي انطلقت فعالياته، حيث يعد إحدى وسائل استقطاب مختلف الفاعلين في قطاع السياحة. مشاريع سياحية وفندقية أطلقتها الجزائر لرفع طاقة الإيواء وتحسين خدمات الاستقبال لترقية وجهتها السياحية لا سيما في الصحراء، قصد تعزيز الاستثمار السياحي ليكون قطاع السياحة رافدا مهما في اقتصاد البلاد. محمد رادة، المشهد، الجزائر.